مرحبا، اليوم بدي أحط على شجرة الجوز سماد الخميري. عندي 200 جرام خميري فورية و 200 جرام سكر و 20 لتر مي، من 20 لتر مي ل 30 لتر مي. فأنا بستعمله سماد الخميري لعشان الجزع يصير خميل، لأنه الشجرة عندي صار طولها تقريبا مترين ونص، عم بتقرب للثلاث أمتار. فحاليا الجزع تبعها بعده رفيع، فأنا من قبل استعملت الخميرة لشجرة الخروب واستعملت لها القهوة وزبل المواشي، فالجزع تبعها صار منيح وصار خمل. خلال 4 سنين الجزع صار خمل وصار منيح مثل ما انتو شايفين. فحاليا بدي استعمل كل أسبوع، فيني استعمله لسماد الخميرة مرتين على الشجرة. فقد ما بتعطوها خميري رح تحسوها صارت يعني خمرت نصحت، وممكن تستعملوه كمان للخضار، فبصير يعطيكو خضار احسن وانتاج احسن. فانا حاليا رح استعمله لشجرة الجوز علشان الجزع تبعها يصير خميل، لانه الجزع تبعها حاليا صغير يعني بعده مش تخين. فرح اكفت الخميرة اللي محطوطة بالمي، انا خمرتها تقريبا 20 ساعة. وشجرة الجوز كل ما سقيتوها مي وكل ما اعطيتوها مي رح تكبر عندكم وتطول. فأنا هاي شجرة الجوز صارت طولاني تقريبا من أول السنة، يعني من شهر 4 لحد اليوم صارت طولاني تقريبا متر ونص، يعني كانت شجرة الجوز لحد هون. فحاليا شوفوا لوين صارت لفوق، فهذا كله نمو جديد، هذا لفوق نمو خضري جديد. وحاليا شهر 8 هو شهر النمو بالأشجار، فاسقوا الأشجار بشهر 8 وأعطوها أسمدة وأعطوها حاجتها من المي والأسمدة، وراح تلاقوا الأشجار كبرت وصارت ضخمة. وهي شجرة الجوز من زاوية تاني، ووراها شجرة الخروب، وراح أقطف شجرة الخروب وأصور لكم فيديو. مثل ما انتم شايفين حجم شجرة الجوز ارتفاعها تقريبا مترين ونص واكتر شوي، لكن الجزع تبعها بده تسمين. فالخميرة والزبل المواشي والقهوة، بقايا القهوة احسن اشي لتسمين جذع الجوز وجذع الاشجار بشكل عام. شكرا لكم، وبتمنى الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه.